ابطال المملكه العربيه السعوديه اللي شاركوا معنا في بطوله الاوتو كروس، وايضا نداء لجميع المتسابقين واللي متواجدين معاهم من الضيوف اللي متفضلوا معنا هنا عند البوديوم. طلعت النتائج النهائيه. في البدايه نشكركم على تواجدكم، وايضا نطلب من الرئيس التنفيذي للسيارات الاتحاد السعودي للسيارات الدراجات الناريه الاستاذ سلطان زامي، تفضل معنا ابو عبد اللطيف حياك الله. وايضا الاستاذ الرائد واحمد فهد الشعبان تفضل معنا، يعطيكم الصحه والعافيه. قبل ان نبدا التتويج اليوم رامي تركي ايضا من شركه تيارات الدراجات، تفضل حياك الله. قبل ان نبدا التتويج اول شيء الله يعطيكم الصحه والعافيه جميعا، ابدعتم وما قصرتم، سيارات مميزه وقياده جدا مميزه. شكرا لكل من تعب واتانا من بعيد عشان يشارك في هذه البطوله. شكرا لعبد اللطيف جميل تويوتا، شكرا لوكاله الرياضه والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الناريه، المنظمين الهلال الاحمر، رجال الامن، نادي المارشل السعودي. انا ما ابي احدد احد بعينه، ولكن ابغى من الجميع نحيي بعض على نجاح البطوله الاولى للاوتو كروس. سمعوني تحياتكم للجميع، يعطيكم الصحه والعافيه. نبدا تتويجنا لهذا اليوم في الفئه الاولى ستاندر كلاس اي المركز الثالث، حيوا معي عبد الهادي الحربي. عبد الهادي الحربي الف مبروك المركز الثالث، تستاهل كل خير، يعطيك الصحه والعافيه، والف مبروك من جديد. وفي المركز الثاني عبد الله الجابر حيوه. المركز الثاني موجود عبد الله، الف مبروك المركز الثاني. وايضا كل الشكر والتقدير لهؤلاء الابطال في فئه الستاندر كلاس اي، يعطيهم الصحه والعافيه. والمركز الاول بالسياره الوحيده والجميله والرائعه رينو سلطان مناف، سمعوا تحيه قويه، يعطيك العافيه سلطان، مميز دائما ومبدع، احد الاسماء المميزه اللي فازت معنا بالعديد من بطولات الدريفت وايضا العديد من الانجازات الشخصيه، لا يعطيه الصحه والعافيه. تحيه للابطال الثلاثه الموجودين معنا على البوديوم، اقوى اقوى تحيه يستاهلون. ارفع فوق. ننتقل وإياكم لفئة الستاندر كلاس بي في المركز الثالث، أيضا أحد الأسامي المميزة والمشاركة معنا في العديد من البطولات بسيارة البورش البيضاء سليمان الصهير حيوه. الثاني سفير ورائع جميل معروف دائما والكل يحبه يشارك كثير في السيارات. في المركز الثاني عبد العزيز الفضيلي حيوه. سهل عبد العزيز كل خير، احد الاسامي المميزه والدائما في السيارات. المركز الاول في فئه ستاندر كلاس بي طارق علي حيوه، سمعوا تحية كويسة. ألف مبروك يا طارق. كان السيد والموديفايد كلاس اي المركز الثالث اللي موجود معانا بكل تاكيد وجايب كل القوه لعالم السباقات، تذكروا اسمه زين، سيف اليامي حيوه. بدايه رائعه جدا لسيف اليامي، احد الاسماء اللي جايب كل قوه المشاركه في البطولات القريبه العاجله. في المركز الثاني محمود عابد. وينك يا محمود؟ ألف ألف مبروك محمود، يعطيك الصحة والعافية، شكرا على المشاركة القيمة والرائعة. أيضا في الموتيفايت لاس المركز الأول من نصيب عبد العزيز الرميح حيوه. الله على سامي يا عزيز الله.
سود كلموا فريق كلاس بي الرائعين الجميلين المشاركين في هذه كل الشباب تقليل على الأبطال. المبروك للمراكز الثلاثة المتقدمة ونقول للآخرين حظا أوفر في القادم في الموديفاي كلاس بي المركز الثالث أحد أبطال التريبت المعروفين والمشاركين المشرفين على مستوى المملكة العربية السعودية على مستوى الخليج ودائما وابدا يرفع روسنا حيو الكابتن بدر الشريعي حيو المركز الثالث لبدر الشريهي ايضا احد المنافسين اللي راح نشوفهم غدا في رياضه الدريفت مع اسامي اخرى مميزه رائعه تنتظر غدا بكل قوه ومتحمسين له وايضا متحمسين بشكل كبير في المركز الثاني حصل عليه الكابتن خالد المطيري حيوه المفروض خالد الطير في المركز الثاني بدر الشريهي في المركز الثالث في الجولة الثانية اليوم في هذه الفئة دخل أحد أبطال المملكة العربية السعودية إنسان جدا مميز والكل أجمع على حبه يستاهل العديد وأقوى تحية حيوا معي المركز الأول الكابتن زيد الهزاع يستاهل هذه التحية والتفاعل مع الأبطال يعطيهم الصحة والعافية المركز الاول في هذه الفئه شفنا سهوله في الجوله الثانيه كان مره ما شاء الله تبارك الرحمن ضاغط على نفسه قدم نفسه بشكل قوي مميز المبروك نحيي هؤلاء الابطال حيوهم يعيش زيد ودس في اليابان يقول اي شيء صحيح في اليابان فئه السوبر كار في المركز الثالث عشان الشقيق واحد من الشباب قبل شوي توجنا يحتاج ايضا تحيه قويه حي مع يزيد قصفين تحيه قويه يا سلام بدين اليوم ما شاء الله سليمان ويزيد المبروك السياره الخضراء في ذلك في هذه السوبر كار للمركز الثاني الكابتن ركان الراشد حيوه المبروك يا ركان وينك يا ركان مشى طيب اذا في احد بالنيابه يسلم روح بداله طلال روح بالنيابه يلا بالنيابه حي طال الصعد يعطيه الصحه والعافيه احد اهم وجيه الشارع على الرياضه وحديث الاسبوع المحبوب الرائع جدا في المركز الاول الامير بندر ال سعود حيوه يستاهل اقوى تحيه كانت السياره جدا مميزه فيها سوبر كار يعطي العافيه سمو الامير كانت مشاركه مميزه ايضا كانت لها العديد من المشاركات في رياضه الجرافيكس وايضا العديد من اداء الشباب والشباب وهو في النهايه شكل مميز مفكر اعطوا سياره تحيه قويه لهم الأنليمتد في المركز الثالث ما شاء الله كانت في سيارة مميزة سيارة اللي كانت من نوع البوخ المركز الأول أباقف شوي لأننا كلنا نحبها خلينا نتكلم عربي يعني. أنا هذا اللي في الفئة المفتوح سيارة جميلة ودائم يشارك ومن عرفنا السيارات وسباقات السيارات وحنا نشوفنا قدامنا أقوى تحية لأحمد فضل حيوه ثانك يو أحمد تمشى على المشاركات الجميلة والرائعة الإنسان مبدع ورائع مميز أمروها الأمرون أبطال الجولة في هذه الجولة تأتي بالعكس
سمعوني تحية لأبطال الجامعة الشباب، سمعوني تحية قوية حيوم. لا والله سريع شفت انا تابعته وقتها. مبروك مبروك خادم طيري حيوه. المركز الثالث بالترتيب العام كاسرع زمن بالترتيب الثالث ما شاء الله عليك. اسرع زمن ها فيهم كلهم ها. المركز الثاني ايضا من جديد ما شاء الله تبارك الرحمن. نقول مبروك لصاحب اسرع ثاني وقت في هذه البطوله زيد الهزاع حيوه. قمي صيانه سريعه. مبروك الكابتن زيد الهزاع، سيارة كانت ميزة من نوع السوبارو القسم الأخير في الماركة المطورة. رابع رابع تبارك الرحمن المركز الأول صاحب أسرع زمن في هذه البطولة وأبو تحية عبد العزيز الروي. الله عليك يا عبد العزيز سيارة ايش؟ سوبارو؟ شيخ ارجع معك زوم يا اخي ما يحتاج. شكرا لكم جميعا. حتى الصغار يدخل الصغار تعال 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 يلا يا شباب جريش ما راح حيوه حيوه يستاهل مدير السباق والله هذا استحق. خلصنا السباق بوقت ما شاء الله مميز. تعال سليمان تعالينا ايوه ايوه 3 2 1 كابتن عبد العزيز مبروك اسرع وقت بطل البطوله. الله يبارك فيك. الله يكرمك. سعيد الموري سلام حبيبي. هذه شخصية جدا جدا مهمة بالدريفت. الله يجعل عمرك طويل. استاذ ومتعاون وزميل. الله يطول عمرك. وخدوم يعني وله افضال كثيرة. لا الفضل لله ثملك والله. لا والله كثيرة دائما دائما والله مساعد وهادي يعني. انا افتخر يعني يا حبيبي والله الفخر لي. تسلم. الله يجعل عمرك. لا تخليها رسمية. لا تسلم. لا بكرة ان شاء الله يوم جميل باذن الله. ان شاء الله يسلمك. عمار الشركة المنظمة للبطولة بعد نهاية أول يوم والله الحمد لله اليوم ممتاز كان جيد ما حد اخطا من السابقين كل شيء صار في وقته كان اليوم الحمد لله طيب جدا طيب ما في اي اشكاليات والجو كان جميل وحلو المشاركين كان عددهم كبير 45 مشارك رقم جيد ممتاز طبعا هذه الجوله الاولى الجوله الثانيه في 20 اكتوبر بعد 20 يوم في الدمام الخبر يعني والجوله الاخيره في 1 ديسمبر في جده. جده هي الجوله النهائيه تتويج النهائي. هذه طبعا اوتو كروس بكره في بطوله الدريفت وبرضه الجوله الثانيه حتكون في الشرقيه في 20 اكتوبر والجوله الاخيره حتكون في جده وبعدها تايم اتاك هي 3 بطولات في واحد نهايه اسبوع واحد ويكند يعني. فهذا الاسبوع عندنا بكره بطوله الدريفت والسبت التايم اتاك. 3 جولات 3 بطولات. مهندس عمار انت الاوتو كروس سبق انه اقمتوا هذه البطولات لاحظ المشاركين في تطور؟ انا يعني البطولات كان في انقطاع في فتره الكورونا ففي فصل الان المشاركين رجعوا استمروا متعطشين البطوله صراحه متعطشين البطوله في مشاركه نسائيه المره دي ما كان في اول مشاركه نسائيه في حماس كبير طبعا هذه اول جوله ف يعني مع الجوله الثانيه تصير حماس اكثر يعني هو في
في تطور، بس القطاع كان يعني احنا رجعنا على الخطوه اللي قبل الانقطاع، فالحمد لله الحمد لله. الله يسلمك، تسلم، شكرا، حياك الله.